مشاهدينا الكرام صحبت لكم، مرحبا بكم في كاميرا كاشي حنا هكا. ضيفتنا الحلقة اليوم هي الفنانة القديرة نادية العرب اللي عرضناها الحصة الاجتماعية كما باقي لي زانفيتي. هذه الحصة واسمها على المكشوف من اون رياليتي مدام راكي جيتي كاميرا كاشي حنا هكا اللي بينو لو فون تاع الجزائري والطيبات. بدون إطالة مشاهدينا نروح ندير لو ديغيزمون تاعي كالعاده باش نبدا حلقة اليوم. ابقوا معنا. داوي هاي يا خويا هاي كاميرا كاشي الشروق تي في حنا هكا حنا هكا وحنا يا هكا هكا سعيد جدا باستقبال الفنانة القديرة نادية العرف. ميرسي شكرا شكرا على الاستضافة وأنا سعيدة سعيدة كي راني معاكم. شكرا نادية العرف. مشاهدينا نروح نشوفوا اول فيديو حضر معنا باش نتعرفوا على موضوع هذه الحلقه. شنو هذا؟ ما كاش ديريكتور، ما كاش ناس تخدم تما، وشنو هذا؟ انا شفتها خطره بعد تمام لولادي ليترونجي، ولادي بكاو كي شافوا هكذا. هذا ماشي هادو ماشي إن يعني انسان اللي يدير هكذا، وعلى كوا جات يماه ثاني خليها هكذا كابوندوني. يا با ديريكتور، ما كاش واحد يحكم، ما كاش مراقبه. ما رساله بالك انا جي نعرف الناس اللي ترمي لا لا يا خويا، نقول لك الصح يا ناس. يا ناس اللي عنده يماه وباباه يتهلا فيهم، نهار يروحوا الوالدين ما يبقى والو، ما يبقى والو، مام الخوا يتفرقوا، اليمات هي اللي تلم والبابات هو اللي يلم. يا عباد الله هذو يماكم نا 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 نا. انا راني للاسف هذه ما نحبش كاع نشوفهم. مخرجنا الكريم الى كان حاضر يتفضل عمي سعيد. كاميرا كاشي الشروق تي في هكا حنا هكا. لأكثر من ست سنوات عمي سعيد كنت في دار العجزة لبلدية بومعروف، حكي لنا ديجا على هاد الست سنوات كيفاش جاز. جوزنا واحد المنكر لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. رقدنا للبرد، ماكلة ما كانش، الضرب، السبان. قلت لي عمي سعيد درت غيبوبة سكر في شهر رمضان. نعم رحت الكوزينة وكما عطوني ناكل، خرج لي المدير قال لي امشي امشي امشي. سعيد انت كنت صايم؟ كنت صايم ونط مر الاذان. مر الاذان نعم. كي رحت للكوزينه قلت له ما عطوني ناكل، ديريكتور هذا قال لي امشي، ما كاش لا ماكله لا والو امشي. عاودت وليت رقدت شويه وطلع حبط لي السكر، داوني السبيطار رحت غيبوبه ودخلت في غيبوبه تاع السكر. يا لطيف وشنو هذا؟ والمدير ما ماشي انسان هذا؟ وحش وحش هذا ماشي انسان. هذا وحش. جوسومون من دار العجزه لبلديه بومعروف وين مدير دار العجزه اللي كان فيها عمي سعيد يقوم بالاعتداء على احد المسنين. خلينا نشوف. واو يا لطيف يا لطيف يا لطيف. شنو هذا؟ حنا ما كانتش عندنا هذه، هذه ماشي من تقاليدنا نرمو موالينا، هذه ما كانتش حنا بكري. ها كنا في بيت وحده ومتلمين. انا ما نمنش فاهمه دروكا كي الناس ولاو لاباس عليهم بلي زابارتمون بلا هذيك ويرموا ولادهم. ما تبكيش مواليهم سي با بوسيبل ولادهم يرموهم. فكر هذه ما كانش منها هذه. ما تبكيش عمي سعيد. كي تفكر الاحباب اللي خليناهم ما شعب واش صرا بهم. يا ربي انا عارف واش صرا بهم دوك. يا ربي العزيز. تخرج دوك من البلاطو ونعاود نعيط لك. نعم. بعد قليل باش نكملوا معاك. نعم. قبل ما نروحوا لحاجه واحده اخرى نجي العرف، لو كان كنتي في هذا الموقف حاضره شو غيش ما نقبلش نشوف حاجه كيما هذه. انا جامي. اسكو ترفدي تليفون تصوري كيما صور هذا السيد؟ ما نعرف لا يكون عندي التون نصور ولا نضرب معاه.
ما نقدرش نصور جو رياجي اوترومون جو رياجي جو فوا واحد يحقر واحد سي با بوسيبل ان فيو ما نقدرش ما نقدرش ما ما عنديش الوقت باش نصوره عندي الوقت نفتح حديده ونعطيه مؤسف نجيه العراف ومؤلم احنا وجهنا دعوه للسيد حسناوي غرطه مدير دار عجزة بلدية بومعروف. للأمانة مشاهدينا احنا ما قلنالوش علاش جبناه اليوم، راح نواجهه بالأدلة والحقائق بعد الفاصل. مشاهدينا نواصل. جوزنا اي بصح ما قلنالوش علاش جبناه. اي ما هذاك اللي شفنا هذاك الشر ما قلنالوش علاش جبناه. يا لطيف يا لطيف شو ميم با لو فواغ يا يما كاميرا كاشي شروق تي في هكا. السلام عليكم. تفضل استاذ. السلام عليكم. تفضل تفضل. تفضل هنا يا استاذ. الله يحفظك. دونك السيد حسناوي غرطه. نعم. مدير دار عجزه دار العجزه لبلديه ابو معروف. معروف. اولا شكرا جزيلا على هذه الدعوه وشرف لي اني حاضر معكم في هذه الحصه. وشكرا على الالتفاته. كيفاش سيدي كيفاش تعاملوا مع هاد المسنين اللي في الدار ديالكم؟ يعني والله في الحقيقه يعني المسنين اللي راهم معانا يعني في الدار يعني مساكن راهم محرومين من حنان الابناء ديالهم يعني ما قدروش نعوضوا حنان الابناء ولكن نديروا المجهودات تاعنا البوسيبل تاعنا باش ان شاء الله استغفر الله. وهذه هي وهذا هو وهذه هي وهذا هو. راك تتكلم بثقة نفس كبيرة سيد حسناوي هي. يغرطة عندك واحد الجراءة شدتني لدرجة حبيت نقول لك أسكو حسناوي يغرطة جريء لدرجة أنك تكمل معايا هذا البلاد. بيسور شارف لي اللي حضر معك في الحصة هذه يعني المدابية كملها للأخر. يلا نتشرفوا. كان واحد الفيديو حصري لبرنامج على المكشوف أنا والسيدة شفناه قبل قليل وسلمهم باش نعود نشوفوه بحضورك سيدي ونتكلموا. يلا وهذا السيد حسناوي يغرطا يقوم بالاعتداء. يا يما ليلى الله الفيديو هذا. قمت بالاعتداء على احد المسنين سيد حسناوي. قمت بالاعتداء على احد المسنين وهذا ما عندك تصريح باش تصور من داخل المركز. يعني راك تقرب لي هذا المركز ديالك. عندك تصريح باللي تصور من داخل المركز. هذا المركز ديالك سيد حسناوي. على هذا الفيديو هذا ما يحقلكش تفوتوا في هذه الحصه. شكون الشخص اللي شفناه في الفيديو؟ وهذه امور داخليه يعني بيني وبين المسنين اللي في الدار يعني. والمسنين هذو اللي في الدار لازم ينضربوا. بس اسمحوا لي انا نقول لكم هذا الفيديو مفبرك. قال لك ما عندكمش الحق تصوروني وانا هذا الفيديو مفبرك. هذا الفيديو يعني مفبرك ماشي تاع الصحه. سيد حسناوي انت قلت انه الفيديو مفبرك، احنا عندنا دليل اخر حاضر معنا هنايا في البرنامج. مخرجنا عميد سعيد إلا كان ممكن يعاود يلتحق بالبلاطو. تفضل عمي سعيد. عمي سعيد هذا هو السيد اللي شفناه في الفيديو. دار فينا المنكر. دار فينا المنكر حقا. يا لطيف. جايب لي الحصة هذه. ما رياحش. ما ترياحش. ما رياحش. عمي سعيد. حقا. تضرب. تضرب. فضلك يا تضرب. ما رياح فضلك. نضرب شيخ. ما ضربتوش راكي تهمي فيا. ماني نشوف انا ما تهمتكش اخويا ما نعرفكش. واش تهمتك؟ ما نعرفكش اخويا. انا شفت في الفيديو. راكي تهمي فيا. ما نتهمكش راني نشوف الفيديو. هاي تهم فيا. واش راك تصور؟ واش راك تصور؟ كاميرا كاشي شروق تي في هكا احنا هكا وحنايا هكا هكا عيطوا لي علاش هكا داير السيده ونديريكت في الفيسبوك يا استاذي من فضلك يعني من فضلك وديرها لانه اتهمتني قالت لي بلي ما تهمتك شفتك في الفيديو راني نشوف مانيش عمياء كومام تهمتيني ما تهمتكش فيا ها راني نشوف اون ديريكت ما تهمتكش انتم الفنانين تخافوا الكاميرا نخافش الكاميرا انا نخدم مع الكاميرا ليه راكي ما نخافش من الكاميرا لا نعطيك ظهري انا لا تمدي لي ظهرك وي صوروا بلوك. انا ما نعرفوك ما تعرفني انا شفتك في الفيديو ولا قذفتيني يا سيدي سافا سي بون هاي المره هذه تهمتني يا جماعه شو تهرب من الكاميرا خرجوه عليا يرحم والديكم شوفوا اش انا درت اي با ميرد الوغ واش درت انا راني مديره راني شاده دار العجزه راني ضربت شيوخه هيا قبلي الكاميرا قبلي
ما نقابلش الكاميرا تاعك، انا نقابل الكاميرا تاعهم. ها راني نبان كاع للشعب الجزائري. لا اهتمتيني سيدي، لا او لا 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 اهتمتيني. خرجوا لي هذا الراجل سافا. ها شوف واش ها شوف بعدني بعدني الكاميرا سيدي بعدني بعدني سيل تو بلي سي بون فات لي سورتير. جاب لي الكاميرا ياك انا ضربت هذا ما وجهه صحيح هذا الراجل. كاش فيني سيدي كاش فيني كشفك كشفاتك التلفزيون شوف كشفاتك الفيديو كشفاتك الفيديو ما كشفتكش انا شفتك لا فيديو اللي جابها الحاج. انا ما عندي حتى علاقه معاك خويا ما نعرفش. شوف واش شوف 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 جايني غير عليا انا شفتك كسرك الفيديو تاعك. هاي شوف واش ايا خرجوا عليا هذا الراجل. شوفوا لنا شوفوا لنا ملي خرج. يا قد ريسبونسابيلتي هي قابلني. نو نو سي با هي قابلني. شوف لا لا خاف الكاميرا بعدني خليها بعدني بعدني خليها راكي تهزي خليها راكي كاميرا كاشي الشروق تي في هكا هكا هكا. تبكيش ما تبكيش تتمل على عمري صحيلي نو ما انا جبتوني مع واحد مهبول جوزوا لي الحصه نو شفتي شكون بصح شتي شكون هو حاكمين دار العجزة. هادو حاكمين دار العجزة شفناها اون ديريكت يحصل فيها. يا استاذي من فضلك والله نو تخرج عليا تخرج عليا نعدي تخرج اخرج عليا او لا يا سيدي ايه بان ميرد الوغ شفتك شفتك اون ديريكت شوف شوف شفتك اون ديريكت مي سيت انكرويابل صح. تعدى عليا بقرعه ما شوف شوف والله غير والله غير نعطيك ضربه يا صبر شوف والله يا سيدي بغيتي تفلكي لي راسي خرجوا لنا خرجوا بلاطو يا استاذي استاذ شوف اش معاه ها ها بصات الصوره شوف ها باغي تعدى عليا وين راه بقاروره مياه معدنيه لا غير نضربه ولا غير خرج رايح تحقر الشيوخه. تفضلي استاذه او خارج ولا غير وجه السكيورتي هاوليك خرجوا يا استاذي خرجوا تفضلي استاذه. او حقر الشيوخه هذا العجازه شفناها اون ديريكت قال لي راكي تتهمي فيا والله غير نعطيه ضربه نقتلو. عمين سعيد خلاص ما تبكيش ما تبكيش الحاج ما تبكيش تراك شفتو وراه شفناه ماشي حنا قلنا. شوفوا يا جماعه. او لا لا مي سي انكرويابل مي سي با بوسيبل سا. يما يا اختي يضرب في الشيوخ شفتوا كاش ضربهم. او عمي سعيد صافا. شوفوا يا جماعه هاد المره درنا لها كاميرا كاشي. هاد المره درنا لها كاميرا كاشي. درنا كاميرا كاشي مادام. نو سي با فري يا خو جو نيم با لا كاميرا جي اوغور دو على بالك راح نضربك على بالك والله غير راح نضربك وكان كملت راح نضربك هكذا تسخر وانا ما نحبش لا كاميرا. لا لا مادام كسرنا معاك كسرنا معاك مادام. علاش علاش ديروها لي راني نقول هذا الراجل واقيلا شتو كيكو با يا خي صافا ماذا صار كاميرا كاشي يا يما قلت لكم ما ديروا لي كاميرا كاشي على بالك طلعتوا لي لاتونسيون اقسم بالله غير حنضربوا الى دلا شونس يعطيك الصحة. شوف عندي 40 ans de théâtre ça fait 40 ans ça fait 10 ans que je suis dans les films et les sitcoms et les جامي داروا لي كاميرا كاشي ما قدروليش جامي والله. شوفوا يا جماعه هاد المره دير لها كاميرا كاشي حنا الاول. يعطيك الصحه مدام بارك الله فيك ربي على بالك راح نضربك قسما بالله راح نضربك لعبتوها لي سي لا بروميير فوا دو ما في اللي حكموني في كاميرا كاشي يا ربي وان شاء الله مش هذه الله ديالنا. لا 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 جامي دروك كاميرا كاشي دونك ماذا بينا حنا نلحقوا ان ميساج لهذو الناس اللي مدوا لي بارون تاعهم دو العجازه. انا جو سوي كونتر انا جو سوي كونتر سا. يعطيك الصحه جو سوي مالوغو سو فان دون باسكو سي مالوغو واحد باباك ويماك جابوك للدنيا تعبوا عليك رباوك كبروك قراوك ايزون سوفير بور تو باش يلحقوك لهذاك المركز وبعد تلحق انت ترفدوا وتحطوا في دار العجزه. هذه ما عندناش ماشي من تقاليدنا
سي با دو نو كوتوم يا ناس خافوا ربي. ربي يحفظك مدام. خافوا ربي ماشي دو نو كوتوم. صفيقة حارة على الضيفة تاعنا. الله يسلمك. عرفة ربي يحفظك أستاذة بارك الله فيك. دونك مشاهدينا الكرام كانت معنا في حلقة اليوم الفنانة تاعنا. نجيال عرف. إذن الكاميرا كاشي. دونك مدام أهزر لك قول لهم صحة فطوركم صحة رمضانكم. صحة فطوركم وصحة رمضانكم. وحنا هكا حنا هكا جزائريين حنا هكا قول لهم حنا هكا جزائريين ما نحبوش الحقره ما نحبوش الحقره اخويا لا اله الا محمد رسول الله يعطيك الصحه مدام مشاهدينا الكرام كيشتوا معنا في حلقه اليوم الفنانه تاعنا نجي العراف كان ضحيه المقلب مقلب كاميرا خفيه حنا هكا نضربكم موعد غدوه ان شاء الله في نفس القناه قناه شروق وفي نفس الوقت صحه سحوركم سلام يعطيك الصحه مدام.